الاستثمار ديال المياه هذا يحيل لنا البرنامج الوطني لتزود الماء الصالح للشرب والمياه السقي. هذا سؤال اشمال يمكن نعطيك فيه تفاصيل لاحقه، لكن الجزء المتعلق بالسؤال ديال تحيه مياه البحر هذا اختيار ايضا اعتمده المغرب. الان عندنا ثلاث مشاريع ديال محطات تحيه مياه البحر جاري ارساؤها واعدادها، محطه تحليه مياه البحر في الشمال ومحطه في الشوكة إتباها ومحطه في الداخله، ثلاث محطات. والمغرب يعني ضمن هذه الاستراتيجيه الوطنيه لتامين الحاجيات المائيه يتقدم في ذلك، مثل ما يتقدم ايضا في المشروع المتعلق بالسدود التليه فضلا عن السدود الكبرى او الصغرى. هنالك المشاريع المرتبطه بالسدود التليه التي توفر المياه يعني ناتجه عن امطار في بعض التلال وتضيع، مثل المركب المائي الان من المياه التي تضيع سنوفر ما يتجاوز ما ننتجه حاليا من الماء الصالح للشرب. هذا اختيار استراتيجي ممتد على عقود وليس فقط عقد او عقدين. وهنا اشير ان ما اثير في اثناء مناقشه مشروع قانون الماليه 2019 في البرلمان في الميزانيه الفرعيه، يعني الطموح راه هنالك حوالي 1000 سد تلي، 1000 سد تلي. فهنالك استراتيجيه وطنيه وهنالك برنامج ممتد، والان نتقدم في انجازه خطوه خطوه. واليوم اسمح لي، يعني الطموح هو انجاز 1000 سد تلي. هذا طموح اعلن عنه في المناقشه الميزانيه الفرعيه للقطاعات المعنيه في اثناء مناقشه قانون الماليه سنه 2019، بمعنى قبل حوالي 9 اشهر، لان المناقشه كانت في نهايه 2018. فقلت هي استراتيجيه متعدده الابعاد. اليوم كننجزوا واحد الخطوه كبيره جدا، لان من حيث القيمه المغرب كينتج حاليا اقل من مليار و350 مليون متر مكعب. الان هذا المشروع المركب المائي لوحده بهذه الثلاث سدود غادي ينتج ما يتجاوزها وباستثمار ديال 12 مليار درهم.